بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وأعظم نعمه أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقام به الحجة على خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أوجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وأن لا نتنقص أحدا منهم وأن لا نفرق بينهم، بل نؤمن بهم جميعا. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر للجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ويجب توقيرهم واحترامهم وتعظيمهم بالحد المشروع، وأن لا نتنقص أحدا منهم بقول أو فعل. فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر، إن كان مسلما فإنه يرتد، وإن كان كافرا فإنه يزداد كفرا على كفره، والعياذ بالله. وأعظم الأنبياء والمرسلين خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله إلى الناس كافة، أرسله رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو رسول البشرية، بل إنه رسول إلى الجن والإنس، فهو أعظم الرسل وأفضلهم وخاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. فمن تنقصه أو جحد رسالته فإن كفره يكون أعظم وأشد. وإنه في هذه الأيام كما تعلمون تطاولت شرذمة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فتنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوروا صورا شنيعة يمثلون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الكفار لم ينكروا، الذين لم يصوروا هذه الصور من الكفار لم ينكروا، وإنما قالوا هذه حرية الكلمة. فتبين بذلك عداؤهم وبغضهم لله ولرسله،
وليس هذا بغريب منهم، فإنهم قد سبوا الله جل وعلا وتنقصوا الله عز وجل. المشركون جعلوا لله أندادا وأشباها ونظرا، يسوونهم بالله ويعبدونهم مع الله، وهذا أعظم السب وأعظم التنقص لله عز وجل. واليهود والنصارى نسبوا الولد إلى الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والنصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا المسيح ابن الله، إلى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة التي تنقصوا بها رب العزة والجلال، وهم ينتسبون إلى اتباع الرسل وإلى الكتب المنزلة، وهم يكفرون بالله هذا الكفر الشنيع الذي ما كفره عبدة الأوثان، بل زادوا في كفرهم على كفر عبدة الأوثان، وهم أهل كتاب وأهل علم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وهم يعلمون أنه رسول الله وأنه مرسل إلى الناس كافة، عند ذلك جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا وتكبرا، لا عن جهل وإنما عن علم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذي حملهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد والعناد والتكبر، لا يجهلون أنه رسول الله، بل يعلمون ذلك بما عندهم من التوراة والإنجيل وما بشرت به الأنبياء من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حملهم الكبر وحملهم الحسد وحملهم الحقد، فكفروا بالله عز وجل، استبدلوا الكفر بالإيمان، واستبدلوا النار بالجنة والضلالة بالهدى والعياذ بالله. فهم يضرون أنفسهم ولا يضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضرون المسلمين، فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم في عز وفي رفعة، وما زال المسلمون في عز ورفعة، ما تمسكوا بدينهم فلم يضروهم، لأن الله معهم، ومن كان الله معه فإنه منصور. وإن ابتلي وجرى عليه ما يجري من الابتلاء والامتحان، إلا أن العاقبة والنصر للمتقين. فما فعله اليهود والنصارى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ليس بغريب، فقد آذوا أنبياءهم، آذوا موسى من قبل، وقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقالوا إن موسى نسي ربه وذهب يطلب ربه وهو موجود عندهم في صورة العجل الذي عبدوه من دون الله، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى لم يعرف ربه، وهم عرفوه أنه هذا العجل فعكفوا عليه يعبدونه من دون الله. أفيستغرب منهم أن يقولوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قالوا؟ النصارى غلوا في المسيح، غلوا في المسيح حتى رفعوه إلى منزلة الربوبية وجعلوه ابن الله، أو هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا يزالون يرددون هذه المقالات في إذاعاتهم وفي كتاباتهم، لا يزالون يرددونها متمسكين بها. اليهود قتلوا الأنبياء، قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وهموا بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله من بينهم ولم يصلوا إليه بسوء، حاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسحروه، فهم قتلة الأنبياء. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. أيستغرب على هؤلاء أنهم سخروا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قد سخروا من أنبيائهم الذين يزعمون أنهم يؤمنون بهم؟ إذن فلا نستغرب هذا منهم، إنما هذا جزء من حقدهم وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولكن الله جل وعلا سيغيظهم ويرد كيدهم في نحورهم، ويكون ذلك عذابا ووبالا عليهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في عز وفي منعة وفي منزلة عند الله عالية، وعند المسلمين وعند العقلاء، عند العقلاء من العالم أيضا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون له فضله ومكانته، فلا يضيره أن فعل هؤلاء ما فعلوا. لكن على المسلمين أن يعرفوا عدوهم، وأن يعلموا أن هذا غيظ من فيض مما عندهم، وما تخفي صدورهم أكبر. فعلينا جميعا ألا نستغرب ما صدر منهم، وهم قد صدر منهم مع أنبياء مع الله جل وعلا ومع أنبيائهم ما صدر مما ذكره الله سبحانه وتعالى، ومما هو موجود في كتبهم المحرفة التي يزعمون أنها التوراة والإنجيل، وهم قد حرفوها ودسوا فيها الكذب على الله وعلى رسله، ولا تزال بأيديهم. الشيء من معدنه لا يستقب، هذا دأبهم وهذا شأنهم مع الأنبياء والمرسلين، خصوصا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفينا شرورهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء قبله ولا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما حصل من أعداء الله ورسله أن فيه الخير للمسلمين. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فتبين من هذا الفعل الشنيع، تبين للمسلمين ما يكنه لهم اليهود والنصارى من العداوة والبغضاء، فلا يغتر بهم ولا بمخادعتهم ولا بإظهارهم المسالمة ولا بإظهارهم المحاورة كما يقولون أو التقارب. المسلمون يأخذون حذرهم ولا يغتروا بنفاق اليهود والنصارى وتملقهم. نعم، لا مانع أن يتعاملوا معهم في حدود ما أباح الله، لا مانع أن يتعاملوا معهم بالبيع والشراء واستيراد السلع والمصنوعات، لا مانع أن يتعلموا ما يحتاجون إليه مما عندهم من التخصصات مع التمسك بدينهم، لا مانع أن يتصالحوا معهم وأن يتعاهدوا معهم وأن يؤمنوا من جاء من الكفار لمصلحة المسلمين أو لأجل أن يسمع كلام الله، لا مانع من هذا كله، لا مانع، بل يستحب أن يحسن إلى من أحسن إلى المسلمين منهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا مانع مما أباح الله من التعامل معهم، لكن مع الحذر الشديد وعدم الثقة بهم وعدم محبتهم في القلوب. نحن وإن تعاملنا معهم في الأمور المباحة فإننا لا نحبهم بقلوبنا ولا نتولاهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فبهذه الحادثة انكشف مكرهم وخداعهم الذي يظهرونه للمسلمين، ويريدون أن يروجوا الإصلاح بزعمهم والديمقراطية والعدالة، كل هذا من البهرج والكذب والخداع. ونحن في ديننا ولله الحمد من العدالة، نحن في ديننا من العدالة والخير والبركة ما يغنينا عما عند الكفار. أغنانا الله بهذا الدين، فلا نطلب الهداية إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو الإصلاح، والإسلام هو العدالة. لا نستورد الإصلاح من الكفار ولا العدالة من الكفار، وإنما هذا موجود في ديننا وفي كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو رسول الله إلى الناس كافة. نعم، وعلى المسلمين أيضا أن يعرفوا
أن حرية الكلمة ليست على إطلاقها، حرية الكلمة فيما يباح وما يجوز، أما حرية الكلمة فيما حرم الله، كلمة الكفر، كلمة الشرك، وكلمة سباب الرسل وتنقص الأنبياء، فهذا أمر مرفوض، وليس هذا من حرية الكلمة، وإنما هذا من الكفر بالله عز وجل والكفر برسول الله. فهم حينما تنقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد تنقصوا أنبياءهم. المسلمون يؤمنون بكل الأنبياء، ولو تنقص أحد عيسى عليه السلام لثار المسلمون انتصارا له، ولو تنقص أحد موسى عليه السلام لتحرك المسلمون في الانتصار له. فالمسلمون لا يفرقون بين الرسل، لا يقتصر غيرتهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يغارون على جميع الأنبياء والمرسلين، بخلاف الكفار من اليهود والنصارى فإنهم يزعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهم كافرون بالجميع. ففيما جرى حكمة إلهية وتبصير للمسلمين ألا ينخدعوا بهذه الدعايات المغرضة دون أن ينظروا ما وراءها، والحمد لله أن الله كشف سترهم وهتك أمرهم وفضح ما يكنونه في صدورهم نحو الإسلام والمسلمين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واكشف نواياه وخططه حتى يتضح أمره، إنك على كل شيء قدير وأنت علام الغيوب. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأضعف قوتهم. اللهم سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أدر، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع،
وارزقنا من بركات السماء والأرض يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.